هيك بتكون البوظة العربية على أصولها، ما فيها تخريزات تلج، طعمتها بتاخد العقل وقوامها مثل الراحة، بتشط وبتمط. تابعوا الفيديو بكل تفاصيله، رح أعطيكم الوصفة الأصلية للبوظة العربية الدمشقية وبطريقة منزلية ومبسطة بتحداكم تفرقوها عن الجاهزة. وهلأ مين بيعرف شو اسم أقدم وأشهر محل بوظة دمشقية وبأي سنة تأسس؟ خبرونا بالتعليقات. رح نحتاج لكوب سكر بوزن 200 جرام، إذا بتحبوا الحلاوة ظاهرة شوي خلوا السكر كوب ربع يعني 250 جرام، وبضيف عليهم معلقة كبيرة من السحلب الخام، سحلب خام من دون أي إضافات، يعني المعلقة كبيرة بتطلع 15 جرام تقريبا، بالإضافة لمعلقة صغيرة فانيليا، وبخلط المكونات مع بعضها. ضروري تخلطوا السكر مع السحلب حتى ما يكتل معكم بقلب الحليب. المكون الأساسي اللي بيعطينا الطعمة الأصلية للبوظة العربية هو المستكة، هي هي حبوب المستكة. بنحتاج لجرامين من المستكة مع معلقة صغيرة سكر، بطحنهم بطرف الكاسة بهي الطريقة حتى تصير كتير كتير ناعمة وتنطحن بشكل كامل. هلأ انطحنت المسكة كتير منيح، بضيفها على المواد الجافة وبحركهم كلاتهم مع بعض. هلأ المسكة غير انه بتعطينا نكهة طيبة، كمان الها فائدة تانية لقلب البوظة العربية، مين بيعرفها؟ هلأ قمت المكونات الجافة على جنب، وبيلزمني لتر حليب كامل الدسم. كل ما كان الحليب كامل الدسم بتطلع معكم البوظة اطيب ودسمة اكتر. لحتى نرفع دسم الحليب اكتر ونعطي طعم اطيب للبوظة، رح ضيف علبة قشطة، او فيكن تضيفوا كوب من الكريمة الخفق للحلويات كمان بيصير. المهم انه نرفع دسم الحليب، بحركهم على البارد كتير منيح، بعدين برفع الطنجرة على نار وسط وبقلبهم من وقت للتاني لحتى يسخن الحليب، بس ما بدي اياه يغلي. وهلأ وقت سخن عندي الحليب ببلش ضيف المواد الجافة بهي الطريقة بالتدريج مع التحريك السريع حتى ما يكتل عنا السحلب بهي الطريقة. وما بدنا ننسى انه تكون النار هادية بهي المرحلة مشان ما يشوط معكم الحليب. بحرك بشكل سريع رح تلاحظوا انه فورا رح يبلش يتقل معكم الخليط. شايفين كيف هيك هلأ بلش يتقل عندي؟ بستمر بالتقليب هيك حتى يغلي. هيك غلى عندي وتقل الخليط، بتركه حتى يطالع هيك فقاعات شوي، وبعدين بطفي عليه النار، يعني يغلي غلوتين ثلاثة بس مو أكتر. شايفين كيف هلأ بطفي عليه النار وخلص، هيك خليط البوظة بيكون صار جاهز عندي. شايفين القوام هيك لازم يكون، ما شاء الله ولا أروع من هيك، عم يمط من السحلب يلي ضفناه. بعد هيك بدي برد خليط البوظة كتير منيح، بحط الطنجرة بقلب وعاء فيه مي وتلج، وبحرك الخليط هيك حتى يبرد تماما عندي. كتير هالطريقة سريعة وظريفة، بتبرد معكم بعشر دقايق، وإذا داب التلج رجعوا ضيفوا تلج مرة تانية هيك حتى يبرد بشكل كامل. هيك برد عندي الخليط وصار تمام. هلأ بسكبه بصينية مبطنة بالنايلون، وبفرد الخليط بكل الصينية بسماكة تقريبا 1 سنتي، وبغطي الخليط بطبقة نايلون تانية بتلامس السطح كتير منيح حتى ما يتشكل عنا تلج، وبدخلهم على الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات حتى يتماسكوا كتير منيح وتصير مثل الحجر قاسية. بعد هيك بقطعها لمربعات، وهلأ بدي دقة، وبحط خليط البوظة بقلب جاط يكون متلج كتير منيح، يعني حاططه بالفريزة قبل ساعتين، وهلأ رح دقة بالشوبك بهي الطريقة أو بأي أداة متوفرة عندكم، معلقة خشب هيك حتى نتخلص من كل تخريزات التلج. ضروري ما تخلوها تسخن معكم أو تدوب وانتو عم تدقوها، لازم تدقوها وتضلها باردة. دقيتها تقريبا 5 دقايق لحتى صارت كريمية بهذا القوام، ما شاء الله. على فكرة أبدا ما لها متعبة، فورا بتندق معكم، ما شاء الله صارت مثل الحلاوة. وهلأ برجع بسكب الخليط بالصينية، ولازم تكون مبطنة بالنايلو، وضروري كتير تكون كتير باردة كتير منيح مشان ما نخسر كل الشغل اللي اشتغلناه، يعني كمان ندخلها على الفريزر لبين ما نخلص دق البوظة، وبمدها بسماكة 1 سنتي تقريبا،
كمان بغطيها بنايلون بلامس السطح كتير منيح وبرجعها على الفريزر لحتى تجمد كتير منيح وتتماسك. وبهالوقت بحمص الفستق للبوزة، بحمصه 5 دقايق على المقلاية لحتى تطلع ريحة الفستق، ما بدنا نحمصه كتير وما بيجيب طعمة البوزة إلا الفستق المحمص. طبعا أنا هون استعملت فستق البوزة يلي هو بيكون فستق لونه كتير أخضر وكتير حلو، هذا بيكون مخصص للبوزة. بجرشه بالشوبك بهي الطريقة لحتى تصير حبة خشنة وحبة ناعمة بهذا الشكل. بعد ما بردت البوزة كتير منيح رح أقطع أطرافها لحتى يصير شكلها أرطب، يصير عنا هيك مستطيل مرتب. رح لف الرول، عطيتهم للولاد لأنه ما عاد عندهم صبر. وهلأ برش الفستق على البوزة بهي الطريقة، وزعهم كتير منيح. وبضغط عليهم كتير كتير منيح لحتى يلزقوا تمام مشان ما يهرون احنا عم نقلبها. انا هون كمان ضغطت عليهم بالشوبك، وهلأ رح اقلب البوزة على صينية تانية بهي الطريقة. بصير الفستق لتحت مشان لفة، برجع بقيم النايلون يلي تحت وهلأ بدي لفة شوي شوي بهي الطريقة. كتير كتير سهلة وبسيطة طريقة اللف، ولا أسهل من هيك. طبعا فيكن تلفوا الرول بالطول أو بالعرض إذا حابين يكون الرول أدخل من هيك كمان ممكن، يلي بتحبوا. بغلفها بالنايلون كتير منيح وكمان برجع على الفريزة تتماسك كتير منيح. وهلأ صار عنا أطيب وأحلى رول بوزة عربية، يا سلام. قسمت الرول بالنص لحتى ورجيكم قلبها من جوا كيف، ما شاء الله يعني الكمية بتطلع عندكم كمية كتير كبيرة، طلعوا عندي الرولين ما شاء الله. ناخد القطعة بالميل بهذا الشكل ولا أربع من هيك. هي هي البوزة العربية يلي على أصولها. إذا بتحبوا تضيفوا لها قشطة سحب كمان بتطلع على أطيب وأطيب، قشطة بلدية يعني. هلأ وقت التقديم، بتني القطعة بهي الطريقة بتطلع أجمل بقلب طاسة البوزة أو كاسة البوزة. وهي أطيب زبدية بوزة على أصولها. بس شو ناقص زبدية البوزة؟ مين بيعرف؟ في شغلة كنا نضيفها زمان مع البوزة العربية، مين بيعرف شو هي؟ يكتب لنا بالتعليقات. هذا هو فيديو اليوم، بيكون خلص. بتمنى انه يكون عجبكم. بشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.